فخر انه استشهد وانه باكي عنده هذا العمل اللي عامله يعني، بس برضو الغصة والوجع اللي في قلب ابوه مستحيل واحد يستوعبه او يقدر، الا طبعا بعد فضل رب رحمة رب العالمين اللي احنا مثل ما قال شفنا الصور اللي شفناها بعد نيك ابو واقف على جريه، واللي أنا أولادي يعني كل أبو بحز عليه ابنه، أولادي بعتبرهم أصحابي وأخوتي، بكيت أكثر من أولادي. كفردان قدمت العديد من الشهداء ومن الخليط الوطني الفلسطيني من كل الانتماءات الفلسطينية، والآن نحن نعيش في حالة توتر، حالة انفعال إثر له استشهاد الشهيد المناضل مصطفى سلطان عابد.